السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. برج الحوت هنشوف القراءه بتاعتك هتقول لك ايه، هنشوف الملح الروحاني هيقول لك ايه الفتره اللي جايه. التاريخ بتاعك 30 نوفمبر 2022، اخر يوم في الشهر. يلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار عندك وايه الانفراجات اللي عندك وايه الطاقة الايجابية اللي عندك. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. برج الحوت، بسم الله ما شاء الله، عندكم حرف الام يا برج الحوت اليومين دول في حياتكم، بينكم كلام، بينكم ارتباط، بينكم امور، الله اعلم، لكن حرف الام عندكم موجود في حاجه بينكم. الفتره اللي جايه في عروسه، في زواج، في استقرار، في حب، الله اعلم، او في اخبار، يعني في امور عندكم هتستجد باذن الله. انت معرض للعين، معرض للحسد، ومعرض للكال والكنة. طيب بص يا برج الحوت، اول حاجة عندك مفاجأة انت ما كنتش بتوقع لها او ما كنتش بتخطط لها. المفاجأة دي هتكون حلوة عندك وعلى قلبك، ومش كده وبس، كمان ده انت هيكون لقاء ما كنتش متوقعه، واللقاء ده هيكون عزيز على قلبك، بس عايزاك تنتبه كويس جدا من مصلحتك الشخصية، وما تديش اي حد فرصة علشان خاطر هم عارفينك علشان يستغلوك وعلشان ياخدوا منك بعض الحاجات اللي في حياتك مضايقاك. عندك كمان حسن حظ حلو، والحظ ده هيكون جزء كبير جدا من حياتك. في عين بتكرهك يا برج الحوت، في عين بتكرهك وبتحقد عليك وبتحسد عليك. العين دي من الناس اللي هم مقربين من حياتك، واللي هم عاملين لك اي طاقة سلبية تضايقك وتزعلك على حالك. في رسالة هتجيلك، هتجيب لك بشرة خير، والبشرة دي هترتب بعدها امورك. انت منتظر كشف اوراق، تخليص حق، منتظر حاجات. انت كل اللي اقدر اقوله لك يا برج الحوت ان انت عندك كمية انتظار رهيبة. وقعت في مشكلة صحية وما لقيتش حد جنبك، لدرجة ان انت قمت تاني وبدأت تشتغل في مشروع جديد او في عمل جديد او في حاجة جديدة في حياتك. عندك هنا كمان عرض صفقة، بس عايزاك تحذر من رؤية الاشياء اللي هي غير متوقعة. عندك سلطة حلوة الايام اللي جاية، او هيبقى في فلوس، هتستلف فلوس، او في حد هيجيب لك فلوس، هيكون في فلوس عندك حلوة يا برج الحوت، وهتحصد منها شوية امور. في كمان هنا حدوث امر هيفرحك، وممكن كمان يخليك من كتر الفرحة تعيط دموع فرحة. انت الفرحة عنك غاب يا برج الحوت بقالك مدة. عندك علاقة مع حد من الابراج النارية، عندك حد في علاقة كان غامض وكان دايما متوتر كده وحاسس ان هو في حاجة غلط. خلي بالك كمان يا برج الحوت انه في سر هينكشف قدامك، ومن خلال السر ده هتعرف عدو وهتعرف حبيب. انت فشلت في كذا مشروع، وحان وقت ان انت تنجح عشان ما تخليش اي حاجة هي اللي تسيطر عليك. تسديد ديون يا برج الحوت، وابشر ان انت هيبقى عندك وثيقة مالية. انت اليومين دول بتبتعد عن ناس كتيرة جدا، بتبتعد عن ناس اذتك وظلمتك. قدامك طريق سفر، او انت ناوي على سفر، او بتفكر في السفر. في شخص بيأذيك في عملك، في مجال شغلك، خلي بالك منه واحذر وما تدهوش اي فرصة ان هو ممكن يأذيك. بتعيد حساباتك مع الاشخاص اللي انت طلعتهم من حياتك. زيادة الرزق والبركة قادم لحياتك بإذن الله، علشان في خير، في خير، وفي هنا كمان حياة جديدة او بداية جديدة او شغل جديد. عيونك حزينة يا برج الحوت، عيونك حزينة ومليانة دموع، لدرجة ان انت ولا عارف تنام ولا عارف تعمل حاجة، ومتسرع اليومين دول فقطع علاقاتك مع اي حد. بس في حاجة كمان يا برج الحوت، انت هنا في تردد غير طبيعي، متردد في بعض الحاجات اللي في حياتك، وفي انقباض في قلبك مش في مكانه، في انقباض في قلبك مخليك متضايق. ورؤية الحاجات اللي انت بتشوفها قبل ما تحصل دي حاجة برضو مضايقاك وخانقاك ومخلياك بتفكر كتير.
طاقة روحانية هتمر على حياتك الأيام اللي جاية مع عودة الشخص اللي غايب عنك بقالك مدة، وانت مهتم ان انت تكلمه او تشوفه او تسمع اي حاجة عن تخص حياته. في كمان في صحتك شوية تعب وإرهاق، مش مهتم بصحتك رغم ان الرسالة اللي جاية هتوصلك، بس اهتم بصحتك يا برج الحوت. اليومين دول برج الحوت مش مهتم بنفسه ولا مهتم بصحته، بعد ما كان متألق وبعد ما كان حاجة مختلفة في عيون الناس أصبح مل من كتر اللي شافه من المقربين اللي أزينه واللي ظالمينه. فمش عايزاك تقلق ولا عايزاك تكون مخنوق ولا متضايق، انت ناوي على فرح، ناوي على هنا، وعشان كده هيقف قدامك بيبان كتيرة جدا في حياتك هتحصد فيها خير. أغلب مواليد برج الحوت بيجوا على نفسهم علشان خاطر يسعدوا من يحبوا، يسعدوا الطرف الثالث اللي معاهم. طيب لحد امتى هتيجي على نفسك يا برج الحوت وانت مش لاقي غير منهم الغدر والخيانة، مش لاقي منهم غير الطعن؟ خد حذرك علشان انت محسود من شخص بيكرهك ومش حابب لك الخير ولا حابك تكون مكانك. انت طموحاتك عالية جدا وده اجمل ما فيك، يعني عندك طموح رهيب، عندك حياة جديدة قريبة منك، انت دخلت في حاجة صعبة بس هتكون فيها عوض ليك وتغيرات على جميع الأصعد. في كمان هنا فرحة من شخص كان بيتدخل في حياتك هتحصد خير يا برج الحوت. أنا شايفة لك حصدا خير وشايفة لك رزق على جميع توقعاتك. آخر 10 أيام هيكون في كمان خبر هيضايقك شوية، بس هتعرف إن الخبر ده جالك في وقت مناسب أنت محتاج تسمعه. عندك طريق ضلمة يا برج الحوت، أيوة عندك طريق ضلمة. طريق الضلمة ده خلال بالظبط يمكن 3 4 أسابيع، ايوه 3 4 اسابيع، والطريق ده هينور وهتاخد فيه الحريه، وهتاخد فيه الحريه. بالنسبه لحياتك العمليه، انت اتظلمت من اصدقائك، اتظلمت من صحابك في الشغل، ظلموك واتبلوا عليك وعملوا لك رشوه، عملوا لك توتر، حسدوك، الله اعلم، بس انت اتخذلت. عندك اخت او اخ ماشيين على عوم الناس وبيصدقوا اي حاجه، وانت واقع عليك ظلم منهم، واقع عليك ظلم منهم. بلاش طيبه قلب زياده عن اللزوم علشان تعرف تكسب الاخرين اللي حواليك. ايوه تعرف تكسب الاخرين اللي حواليك. بسم الله ما شاء الله، من غير حسد ومن غير حاجه. الزعل اللي جواك انت هتتراضى عنه خلال الايام اللي جايه. ايوه انت عندك مليون حاجه مزعلاك جواك، بس ساكت وبتستحمل، ومستحمل حاجات فوق طاقتك. ايوه مستحمل حاجات فوق طاقتك، ودايما بتقول الحمد لله وربنا هينصرني على من عداني، ودي اجمل حاجه، ان انت احلى حاجه فيك. دايما كاشف نوايا اتجاه اللي حواليك، دايما عارف كل واحد على ايه، عارف اللي بيحبك وعارف اللي عايز سقوطك وعايز اللي هو بيتمنى لك الخير وبيتمنى لك الشر، يعني انت عارف كل واحد في حياتك عايز ايه. مميزاتك كتير جدا، اللي في ايدك مش ليك، اللي في ايدك مش ليك، بس خلي بالك، خلي بالك يا برج الحوت، صادق جدا في علاقاتك وصادق جدا في حياتك وصادق جدا في نيتك، وعشان كده انت هتمر بامور حلوه الايام دي. انت بتمر بضغط في عملك، في شغلك، في بيتك، في حياتك بالكامل، حاسس ان حياتك متلخبطه ومحتاج تاخد بعض الراحه. المشكله اللي بينك وما بين الشريك دي محتاجه قلب جامد، والاهل محتاجين ان انت تحط لهم النقط على الحروف وتتواجه، واوعى تنسحب، اوعى مهما يحصل تنسحب عن مواجهه حد او عن اي حاجه تخص حد، اوعى تنسحب، علشان سحبك ده بيدل على ضعفك، وانت معروف عنك يا برج الحوت ان انت قدها وقدود، معروف عنك ان انت قدها وقدود. بس عايزه اقول لك على حاجه يا برج الحوت، انت هنا جارح حد منك او كسر قلب حد منك او ضحكت على حد؟ عشان نكون صراحه، انت هنا زعلت حد منك او كسرت قلب حد من غير قصد، او خفت ان انت تخسره فانت مرضتش في حقيقة كنت مداريها. في شخص من المقربين منك معجب بيك وعايز يصارحك بمشاعره ويصارحك بتفكيره اتجاهك، وممكن الشخص ده يكون بينك وما بينه علاقة صداقة او تربطك بيه حاجة عايز يعترف لك.
الفترة اللي جاية بتحاول انت عندك طاقة تفكير، بتحاول تخلص اوراق، الاوراق دي تتخلص تتعلق ببطاقة، بفيزا، بمحكمة، بوظيفة، الله اعلم، بس انت بتحاول تخلص اوراق عندك. الايام اللي جاية دي هيكون عندك احساس بالفرحة، وبالفعل تحقيق حلمك هيكون قدام عينك. ايوه يا برج الحوت، تحقيق حلمك هيكون قدام عينك، بس خلي بالك وبلاش التواضع اللي زيادة عن اللزوم مع أشخاص أنت ما تعرفهاش، يعني خد حذرك من كل الأشخاص اللي حواليك، حاول تبعد عن بعض الناس اللي في حياتك شوية علشان بيتكلموا عنك ومش سايبينك في حالك. في شخص في حياتك يا برج الحوت بيغير منك وهو قريب منك وما بيحبش أبدا يشوفك سعيد، شايف سعادتك بالنسبة له بتكون جحيم، فخد حذرك منه وحاول ان انت ما تحكيش حاجة بتخص امورك، ما تحكيش حاجة تخص حياتك، يعني اكتم شوية اكتم شوية. في شخص هنا بيدبر لك مكيدة وعايز يأذيك، عاوز يأذيك بكل الطرق، ودايما بيتكلم معاك بطاقة سلبية. في هنا شخص الفترة اللي جاية دي هيدخل حياتك في فترة صعبة، وهينقذك وهيدعمك وهيخليك تفكر فيه من جديد وتديه فرصة جديدة. انت بس محتاج الاحتواء، محتاج حد يحتويك، محتاج حد يكون جنبك، في حد بيستغلك، وخد بالك على حبيبك، على صديقك، على اشخاص مقربين منك. وارجع واقول لك تاني، اوعى تحكي اسرارك لحد، اوعى، اياك ثم اياك يا برج الحوت تحكي اسرارك لحد. شايفه لك هنا حسد، حسد من صغر سنك، حسد من سنين، حسد مش سايبك في حالك، حسد مش سايبك في حالك. ومن اقرب الناس، دايما اقول لك من اقرب الناس. اليومين دول انت هتحاول تركز شويه بس على حياتك، وتحاول تشوف حياتك عايزه ايه وتديها اللي هي محتاجاه. هتحاول بس تركز على حياتك وتشوف حياتك محتاجه ايه وتديها اللي هي محتاجاه، وده هيكون من صالحك، ده هيكون من صالحك. اليومين دول انت تعبان جدا وبتعمل كل المستحيل علشان خاطر ترجع لنفسك لايام حلوه. هنا عندك كذبة كبيرة في حياتك، أو في حد كاذب عليك كذبة كبيرة وبتحاول تكتشفها ومش عارف، بتحاول تكتشفها ومش عارف. أقدر أقولك إن ربنا الفترة اللي جاية هيديك حاجة حلوة جدا، أنت بس بتتحسبن في اللي ظلموك واللي ضحكوا عليك واللي أذوك، وده حاجة كويسة. الحاجة اللي بتتمناها خلال الأيام اللي جاية هتحصل، وهتحصل بانفراجة حلوة وفرحة حلوة. أيوة هتحصل بانفراجة حلوة وفرحة حلوة. الفرح اقترب منك يا برج الحوت، الفرح اقترب منك، بس يعني طاقة التفكير اللي جواك دي اركنها على جنب، اركنها على جنب، بلاش تلخبط الأمور اللي في حياتك ببعض الأمور. عارف انت أسوأ حاجة جواك ايه؟ ان انت بتكتم الزعل وما بتحبش تبينه. أيوة بتكتم الزعل وما بتحبش تبينه، فده بحاجة بتضايقك وبتكسر قلبك وبتخليك يعني بتكون داخل في طاقة خذلان، طاقة توتر، طاقة حيرة. الأيام اللي جاية دي هتحسن أمورك وهتخرج من اللي انت فيه، ووجع الكتف، الكسل، الألم، الصداع، ده كله هيطلع من حياتك. انت يا برج الحوت مشاكلك ان انت صادق وبتتعامل بحسن نية، مبدأك في الحياة ان انت ولا تضحك ولا تغش ولا الحاجات الوحشة اللي انت بتسمع عنها، وعشان كده محسود وعلشان كده مظلوم في الدنيا، ودايما قلبك موجوع. ايوه دايما قلبك موجوع. الايام اللي جايه هيكتمل عندك امور، الضغط النفسي اللي انت فيه ده هيطلع منك بطريقه رهيبه وهتتحسن. بس قولي انت هنا عاوز يبقى معاك فلوس ليه؟ علشان تحقق حلمك ولا تحقق طموحاتك ولا تحقق ايه بالظبط؟ الفتره اللي انت تعبان فيها دي اليومين دول دي اصلا فتره راحتك، انت بتفكر في شخص عندك يا برج الحوت، انت عندك طاقة تفكير في شخص، الشخص ده بتفكر فيه طول الوقت، طول اليوم، طول الوقت اللي انت فيه، بتفكر فيه بطريقة رهيبة. بس لازم تاخد حذرك شوية من الاهل، بلاش تدخل معاهم في هزار وفي ضحك وتكشف اسرار. شايف انا بقولك ايه؟ بلاش تدخل معاهم اليومين دول، علشان كل واحد مستحمل نفسه بالعافية. ايوه كل واحد مستحمل نفسه بالعافية، ومحدش قادر يستحمل حاجة زيادة عن حجمه. عندك انهيار بينك وما بين العيلة، عندك تفكير، عندك حاجات كتيرة جدا بينك وما بين العيلة، فلازم تكتم وتداري علشان توصل.
لازم تكتم وتداري علشان تحقق، لازم تكتم وتداري علشان تبني المستقبل اللي انت خايف عليه. ما تخافش من مستقبلك، مستقبلك كله طاقة إيجابية وطاقة انتصار، وهتحصد اللي انت زرعته. الحوت عنده حصد زرع، عنده حصد زرع، بس خلي بالك حواليك ناس منافقين في قمة الحقد والغل والحسد ونكرين الجميل، ودي أكتر حاجة مزعلاك، ده أكتر حاجة مزعلاك. عندك خطوة جديدة ومغامرة، والمغامرة دي هتكون نقلة ووظيفة، في لقاء عندك مع شخص بعيد عنك بقاله مدة كبيرة، الحد ده كان بينك وما بينه انفصال، هيبقى فيه رجوع. ايوه هيبقى فيه رجوع. الحاجة اللي انت مستنيها هي اللي هتحصل. شايفة لك انت اتسرقت، انت اتسرقت يا برج الحوت، ايوه اتسرقت. وفي نفس الوقت انت هنا عندك طاقة انتظار، طاقة انتظار، مستني مكالمة، رسالة، حاجة تتعلق بسعادتك. ايوه حاجة تتعلق بسعادتك. عندك حاجات انت ملتزم بيها وزادت التزاماتك، يعني في حاجات زادت التزاماتك الفترة دي الايام دي، فالايام اللي جاية هيكون فيها تحسن. بس عايز اقولك على حاجة هتزعلك وحاجة هتضايقك شوية، رغم ان احنا قلنا الحاجات الحلوة لازم نقول الحاجات برضو الوحشة، ولازم نكون مصداقية في القراءة. انت هنا هتاخد ضربة من حد مقرب منك، الضربة دي هتكون قوية شوية عليك، هتصدمك او قلبك هيوجعك عليها، بس ده هيكون من حظك وهيكون من نصيبك. ايوه هيكون من حظك وهيكون من نصيبك، على قد ما انت عانيت على قد الانفراجات يا برج الحوت، وعلى قد الانطلاقات. بالك مشغول بحياتك المادية، وبالك مشغول جدا بالشريك، بالك مشغول بحياتك المادية وبالك مشغول بالشريك. الشريك لو خانك فما تقلقش، مفيش حاجة بتدوم، مفيش حاجة بتدوم، مفيش حاجة بتفضل على حالها، ومفيش حد بيموت ناقص عمر يا برج الحوت. شايف انا بقولك ايه؟ ايوه مفيش حد بيموت ناقص عمر. الهم اللي انت فيه والغم هيرحل عنك، وهتدخل في طاقات ايجابية. عايز اقولك على حاجة، ودع حزنك، حزنك ده ودعه عشان هتدخل في ايام حلوة. علشان تعيش وترتاح ابعد عن اي حد يغل او حد بيحكي. الايام اللي جايه انت مش مستحمل صدمات ولا خذلان من حد، وعشان كده في امور هتنكشف قدامك، وهتدخل في بدايه جديده وحياه افضل من اللي فاتت، وفي ناس هتبدا ترجع لك، وفي ناس هتبدا تدق بابك من جديد. ايوه في ناس هترجع هتحاول ترجع لك، وناس هتحاول تدق بابك من جديد، والاختيار والقرار وكل حاجه تخص الحياه هتكون تبعك انت، انت اللي هتقرر تكمل، وانت اللي هتقرر تقعد، وانت اللي هتقرر كل حاجة. فارجع واقول لك تاني يا برج الحوت، حط عينيك في وسط راسك تعرف خلاصك. الغدر اللي بيحوم عليك لو انت ركزت شوية بس على حياتك هتلاقي انت ايه اللي مرتاح. عندك لقاء مع الحبيب، عندك لقاء مع الحبيب، وهتشربوا شاي مع بعض او قهوة مع بعض، المهم ان انت هيبقى عندك صلح بينك وما بين الحبيب. عزة نفسك دايما عالية، مخليك ما بتعرفش تطلب حاجة من حد، بس بتكتم همومك زيادة عن اللزوم يا برج الحوت. حاول تخرج همومك على هيئة اي حاجة، بتستغنى دلوقتي اليومين دول على بتستغنى عن اي شخص يا برج الحوت انت ممكن يأذيك، اي شخص ممكن يأذيك انت اليومين دول بدأت تستغنى عنه، بدأت ما تدخلش أي حد في حياتك زي الأول، بدأت تكون حكيم في تصرفاتك وحكيم في أفعالك وحكيم في حاجات كتيرة جدا في حياتك. في حياتك اللي جاية هتكون هي إثباتات وجودك، إثبات تحقيق حلمك، إثبات هدفك وانتصارك على الأعداء. أيوة إثبات تحقيق حلمك وانتصارك على الأعداء. هتدخل في أمور من الراحة، هتدخل في أمور من الهنا، أمور من السعادة، أمور هتدخلك الفرحة لقلبك. وصولك لهدفك قدامك كام خطوة بس، فاوعى تيأس، واوعى حاجة ترجعك لورا، اوعى. ان الله معك، ان الله معك. احسن قرار خدته هو الوحدة، ان انت ترتب امورك وتبقى لوحدك. القرار ده قرار كويس جدا، القرار ده قرار كويس جدا، وحاجة حلوة انت عملتها في حياتك، حاجة حلوة انت عملتها في حياتك. خمس خطوات للراحة في حياتك، خمس خطوات للراحة في حياتك. خمس خطوات دول
ان انت تطنش كده وتكبر دماغك وتعرف انت عايز ايه وتركز بس على تحقيق حلمك وتحقيق هدفك. وتسيبك بقى يا برج الحوت من اي حاجة تحرق دمك او تضايقك. محاولاتك اللي فشلت الايام اللي جاية هتشوف قد ايه هتحصد منها خير، وهتشوف قد ايه اثبات وجودك بقضيتك او بربحك او بتغيراتك او بانطلاقاتك الايام اللي جاية. اقدر اقول اهني برج الحوت ان هو هيحصد خير وهيحصد تغيرات جذرية لجميع الاصعد اللي في حياتك. انت فلوسك متبخرة، مفيش فلوس بتقعد في ايدك، نوم وكسل وخمول على طول وخنقة، وكمان بقيت تتعصب على أتفه الأمور، وده سبب العين القوية اللي صيباك وحزداك بطاقات سلبية وطاقات مخلياك مخنوق. وعندك إشارة كمان بتتردد معاك الأيام اللي جاية، والإشارة دي هتكون حصدا تاما لمستقبل حلو في حياتك. اتأكد دايما يا برج الحوت إن ربنا معاك وهو أرحم من أي حد في حياتك. أنت نيتك صافية بس عندك شوية أمور مخنقاك، تتجاهل من يأذيك، تجاهل من يتكلم عليك، تجاهل أي حاجة ممكن بس تفكر إن هي تعكر مزاجك. هدي نفسك وهدي أعصابك، خطوة سريعة، حياة جديدة، بداية حلوة، حلم هيتحقق، فرحة هتدخل لحياتك بالسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. وبكده نكون خلصنا قراءتك يا برج الحوت. يا رب تكون نالت اعجابك، يا رب تكون نالت مرادك. انتظر مني كل ما هو جديد من اجل عيونك الفتره اللي جايه يا برج الحوت. هنشوف ايه الاخبار عندك بفضل ربنا سبحانه الله تعالى اول باول يا برج الحوت، وانتظر اخبار جديده دايما على قناتنا.